اللي تقريبا تريبيوس ما عادش كنشوفوا فيه اكيد في الصور المباشره لهنا، فما شكون يستنى فيه اكيد. وانجاز كبير برشا للسباق هذا اللي عمره 69 عام، وتوا اكيد بعد دقائق يكون موجود مقبله يخرج من الحرب. يعني تعرف بالسباحة الحرة في البحار الكبيرة، فقط الجزائر ولا حتى في العالم برشا جبهات كبيرة، لكن أنا أخرج من إيطاليا من سواحل إيطاليا نحو الزواج بالهاتي موجود بالطبيعة في الشاطئ. نعاود نذكر مرة أخرى بالطبيعة أنه دقائق ويوصل طبعا للسواحل في مدينة الحمامات باستقباله.
دونك فما مركب تاع زودياك خرج باش يستقبل نجيب بالهادي وقاعدين نشوفوا في الصور مع زميل علي اليحيى. فما عدد من الجماهير هنا حاضرين في الشاطئ باش يستقبلوا نجيب بالهادي. إذن وصول نجيب بالهادي صباح العالمي كما قاعدين نشوفوا في المباشر. إذن وصول الصباح العالمي نجيب بالهادي كما قاعدين نشوفوا في المباشر بعد 155 كيلومتر في السباحة ما بين السواحل الإيطالية والتونسية يوصل. ألف مبروك وبرافو لسباحنا العالمي 69 عام نذكر مرة أخرى. وطبعا خلينا نقولوا مجهود كبير وخارق للعادة من سباح يوصل عمره 69 عام يعمل حاجات كيما هكا. بصراحة لنجيب الهادي اللي بطبيعة يلقى ياسمين الحمام طبيعة قاعدين نشوفوا فيها في المباشر على صفحتنا ديوان سبور. نجيب الهادي كما قلنا يوصل الى ياسمين الحمامات بعد 155 كيلومتر وبعد 3 ايام او اكثر من السباحة في البحر من ايطاليا الى تونس. امامكم الصور نجيب الهادي يوصل الى تونس. الف مبروك الف مبروك الف مبروك برافو لنجيب بالهادي هذا الانجاز الكبير والعظيم اللي حقه في 69 عام. هو الحقيقه ماهوش الانجاز الاول وانما عديد الانجازات اللي حققها في سنوات عده سواء في تونس ولا في خارج تونس. قدامكم الصور وحضور للناس اللي حابه تستقبله اكيد وفرحانه بالاكسبلوا هذايا. قدامكم الصور في المباشر يقوم إذا نجيب بالهادي. الحمد لله الحمد لله إنجاز كبير برشا في ظرف أكثر من 3 أيام يعمل 155 كيلومتر عمان في البحر. برافو لنجيب بالهادي برافو برافو لنجيب بالهادي. Thank you.
مرحبا بك الدور، تحياتي لك ولكافة المتابعين. فعلا إذا نجيب الهادي 69 عام 155 كيلومتر، مش مشي ومش عدو وإنما السباحة، من السواحل الإيطالية للسواحل التونسية. احنا تو متواجدين في الشاطئ اللي موجود بأحد النزول بياسمين الحمامات، اللي تم في استقبال السباح العالمي والتاريخي نجيب بالهادي بعد شري قص صحفي قص، هذه ماهيش خدمه، ماهيش خدمه هذه. ربي 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 لا تحبوا توصل تصويرته للناس، خلوه لا 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 يزح ميديا هما اللي ياخذوا ديكلاراسيون. ماشي مش ريح، عايش خويا غادي ريح، ريح عايش خويا، ما نجموش نحكي احترم انت، روح جاي قدامك شوفي نصور قصيت جد مليار. خلوني يا ربي يا اخي، شكون باش تاخذ هو وصل سكر باش يعمل ميديا برا بلغوه انتم، كملوا بلغوه، انا كش نجمت نعمل المساج هذه هي شنية. انا ما نقولش غلبت البحر، ما انجزت حاجه، هي قوه الايمان والقناعات والرساله، هذو ما ثلاثه يتلقاو يصنعوا المستحيل. القناعات هي القيمه نتاع شبابنا، اللي هو باش ياخذ المشعل لازم عنده ثوابت نحافظ عليها. انا اليوم باش نبلغ صوت راجل شايب عمره 75 سنه في شنني تطاوين، مشيت ينقب اكل بيوت نتاع البرابره باش يعمل بيت بالبيره نتاعو، هذا يضرب في الصخر وعمل بيت، انجز مشروع. قلت انا عملت البحر اوصل شوفوا هذاك. يا شباب تونس خذوا المثال على القيم، راهو ما غير قيم، راهو ما نجموش نخلطوا، شدوا في القيم نتاعكم بالعزيمه والثبات والاصرار، نخلقوا مع بعضنا الحلم التونسي، حاجتنا بالحلم التونسي. الناس نحب كل واحد يلقى مستقبله.
وكل مواطن يعيش في بحبوحة العيش، ونحبوا كلنا يد واحدة. بارك الله. نحب نشكر زادة شركة التنمية الدراسات والتنمية اللي شمال سوسة، راهو فما هيئات ومؤسسات ومجتمع مدني، الكل يضرب من بنزرت حتى بن قردان، ومن سوسة حتى الحدود القصرين، والواحد الكل متلموا يد واحدة تعاوننا في المشروع هذا. مانيش وحدي. نحب نشكر زادة عندي الفريق متاعي اللي هو وراء الستار اللي توا في البطو، عاش معايا 4 أيام، تعب ليل ونهار ليل ونهار. نسميهم شكري الطيب سي بلال زرلي وسي سلامة سمير، هذوما الثلاثة مموا عينيا، خاطر فريمون وراو اللي هما حتى هما يدافعوا على تونس، ولقينا صعوبات لكن تغلبنا عليها والحمد لله. هاو الإنجاز صار، واليوم تونس عندها قائمة في أطول مسافة في بحر الأبيض المتوسط عالميا. زاد كيف السرعة 64 ساعة، اللي عمل 125 هذا اللي توك اللي طاح الركور متاعه عملها في 55 ساعة. أنا 155 هو 125، أنا عملتها في 64 ساعة، حاجة خارقة للعادة. ناديت وأنا نقول لكم فريمون يعطيكم الصحة. أنا حاولت قدر الإمكان ونجحت يبدو لي، باش هاك الرسالة كما قلت لكم وقتها في الأخبار، وقتها قلت لكم راهو الرسالة ما تخافوش أنا باش نهزها، بالرغم الأمواج، شفتوا الأمواج وكل شيء الفوق ما تتبلش، نستحفظوا عليها. هاك جيت وأنتم تسلمتوها، بارك الله فيكم. عايشك والله. الموعد الجديد هو الوليدات الصغار، جاء وقتهم. ونطلب أختي، عندي برنامج وطني فيه 1000 بالهادي، أنا نقول ديما موجودين لازم نخدموهم، فهمتي؟ أنا عملت برنامج والبرنامج وافقت عليه المنظمة العالمية، مدروس علميا، وإن شاء الله إن شاء الله عملت فيه 17 إنجاز. ها إن شاء الله، وخرجوا وليداتنا يتفرهدوا ويتفتقوا، وزاد كيف عندهم معناها العبقرية متاعهم في العوم تظهر، وصحة وسلامة. البحر هاي الصحة. عايشك، بارك الله فيك. أحسن خليني توا فما فصل، وبارك الله فيكم أنكور فوا، يعطيكم الصحة. لحظة دونك مرحبا بكم جديد مشاهدينا الكرام على ديوان سبور. مبروك مرة أخرى وصول نجيب بلهادي إلى تونس بعد معناه خلينا نقوله به الماء سيبون بعد 155 كيلومتر، يعني وخر شويه فما ماء خويا، وخر شويه وعلي قل لي يقعد غاديك او الماء، يلا مش مشكل. نعاود نذكر مره اخرى سباق 155 كيلومتر من ايطاليا الى تونس، الحمد لله في 3 أيام تقريبا نجيب الهادي يوصل الى تونس. انجاز كبير برشا لانسان عمره 69 عام، ان شاء الله ربي يحفظه، ان شاء الله ربي يطول في عمره، الوصول وكسر رقم سباح عالمي اخر. ألف مبروك لنجيب الهادي، ألف مبروك لتونس، وألف مبروك للرياضة التونسية. تحية كبيرة برشا لنجيب الهادي والناس اللي كانت أمنت بهذا الرجل بطبيعة، من مندوبية السياحة، من شركائه، من جماهيره، من الإعلام زادة اللي معناها تنقل بأعداد كبيرة. اليوم وسائل الإعلام تونسية وأجنبية حاضرين لهنا في ياسمين الحمامات من أجل طبعا استقبال نجيب الهادي. مبروك مرة أخرى لنجيب الهادي ومبروك لتونس. كان معكم ليس بن صالح وعلي اليحياوي من خلف الكاميرا، شكرا لكم وإلى اللقاء.